وحشني يا نصار، من زمان ما شفتكش. واديني جيت لحد عندك وبنفسي. ايه صاحبتك ما جاتش معاك ليه؟ لا اصل الحقيقه نزلت تعمل شويه شغل لوحدها. خطر خطر يا نصار، مفيش حد في الدنيا يسيب واحده في حلاوه غرام تمشي لوحدها في الشارع كده ولا يا جابر؟ مش نتكلم في الشغل احسن؟ اكيد. امال انا بعت لك ليه؟ طبعا هنتكلم في الشغل، بس تعالى ناخد كاس الاول مع بعض في الجنينه. اتفضل. الكوكتيل ده من اختراعي، اخترعته زمان ايام ما كنت بارمان. انت عارف يا مستر نصار ان انا زمان كنت اشتغلت بارمان؟ الحقيقه انا ما اعرفش. مش مهم، مرحله وعدت. كنت كل ما اتقدم خطوه او اطلع خطوه لقدام اطور الكوكتيل بتاعي واضيف له عناصر جديده كان اي حد يدوقه يعجب بيه جدا. جربه يا مستر نصار، ها وقول لي رايك ايه. هايل هايل دون شمير، حقيقي هايل. انت كمان كنت هايل على فكره يا مستر نصار. الصفقه الاخيره دي انا معجب بيها جدا. دي شهاده اعتز بيها، واتمنى دايما ان انا اكون عند حسن ظنك. مش كفايه مستر نصار، لازم تطور شغلك وتتوسع فيه. مش فاهم تقصد ايه يا دون شمير. ما تخلينيش اشك في ذكائك. امال مجموعه الاثار اللي انت جبتها في الاخر تسوى ملايين، ايه المانع ان الملايين دول يتضاعفوا مرتين وثلاثه واربعه؟ شوف مكسبك ساعتها هيبقى قد ايه. وده ممكن يحصل ازاي؟ استنى انت يا جابر. دون شمير، الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه زمان وانا حاولت، ما ينفعش. لازم تحاول تاني وتالت ورابع لغايه لما ينفع. دي مساله مهمه جدا ليك ولينا. دون شمير، معنى كلامك ان انا ادخل حرب انا مش مستعد ليها، ودي ممكن تكسرني كتير. بصراحه بقى انا مش مستعد اخسر. مش ده كلام نصار القرش اللي انا اعرفه من زمان. نصار النهارده كبر وتعلم يحسبها حسابات مظبوطه جدا. المره اللي فاتت دون شمير كانت هتولع. لولا انا قدرت اهدي الحكايه واتفقت انا ورياض ان كل واحد يركز في شغله وبس وما يتدخلش في شغل التاني. المره دي دون شمير بقى لو حصل هيبقى انا خنت اتفاقي مع رياض، وهتولع. هتولع اكتر مما كانت هتولع الاول. كلامك صح يا نصار، بس حساباتك غلط. لو اي حاجه فكرنا فيها بالشكل اللي انت بتفكر فيه ده ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. ولا ايه رايك يا جابر؟ مظبوط يا مستر، وكلام نصار بيه معقول برضه. اللي خاف ما يكسبش، وكل ما الخطر يزيد المكسب يزيد، واحنا عاملين زي البحر بنحب الزياده. يعني انت موافق على العرض بتاعي؟ انا ماليش اوافق او ارفض، القرار قرار نصار بيه. ها يا نصار، اظن مكاسب عمليه كبيره بالشكل ده تستاهل منك التفكير، ولو عايز تشاور رجالتك كمان ممكن. خد وقتك، فكر على اقل من مهلك وابقى رد عليا. يس اوكي ام كامينج. معلش في مكالمه مهمه جدا لازم ارد عليها عن الزبون. انت ايه اللي عملته ده يا جابر؟ عملت ايه يا سعادتك؟ لما اقول كلمه ما تنهاش. الراجل كان بيسالني وانا كنت ايه؟ انت بتشتغل معايا، رايك لازم يكون من رايي مش من دماغك.
بس الكلام اللي بقوله الواضح ان من وراه مصلحه كبيره. او مصلحه ايه وزفت ايه؟ انا لو قبلت عرض دون شمير اللي بيقول عليه ده هفتح على نفسي ابواب جهنم. لو رياض الزيات خطر وراه رجالته فانت مسنود وراك رجالتك. انت ما انتش فاهم اي حاجه، لا انت ولا سي شمير ده. انت واخد الحكايه بالدراع، عايش لي في دور البلطجي الغشيم، وشمير ده عجز وخرف، ما يهموش اللي يحصل بيني وبين رياض، كل اللي يهمه مصلحته بس. انا لو دخلت حرب مع رياض هتولع، هندمر بعض، هيضيع اللي ورانا واللي قدامنا، شقى عمرنا كله هيضيع، وممكن كمان نخلص على بعض. ساعتها بقى مش هيبقى في اي حد كسبان، حتى لو في حد كسبان هيبقى خسران، وانا ما احبش اخسر اي حاجه، فاهم؟ فاهم يا جابر؟ أمرك يا نصار بيه. أنا آسف جداً للتأخير، بس كانت مكالمة مهمة جداً. أنا نصار، فكرت في كلامي؟ الموضوع ده منتهي دون شمير، بلاش نتكلم فيه، خلينا في الأسارة أحسن. يا خسارة، كان أملي إن الفلوس اللي تدخلها في حسابك تبقى 5 أضعاف الفلوس اللي تستاهلها فعلا، لكن أملي خاب. هعمل إيه؟ من طموحك المتواضع. خلينا في اللي يخصنا، فلوس العملية فين؟ العملية كبيرة ومكسبها كبير قوي. أنا هحديلك 25% من قيمة البضاعة، والباقي هيوصلك عن طريق الدكتورة خلال 2 أو 3 أسابيع بالكثير. اوكي مستر نصر؟ اوكي دون شمير، اوكي؟ انما ما قلتليش، ايه رايك في الكوكتيل بتاعي؟ حلو، بس حام عليا قوي، معدتي ما بتستحملوش. لا الف سلامة. وانت يا جابر؟ انا احب الحاجات الحامية، احبها قوي. صباح. النبي يا اخويا، انا قلت برضو هتدورها في نفوخك وهتيجي. اوعى تفتكر ان جيتي دي فيها حاجه ممكن تضر جابر او اي حد يخصه. كفالنا الشر، هو احنا في حاجه وحشه من ناحيتنا ناحيته؟ ما تقولش كده. خش. ها ايه اللي جابك؟ انتي قلتيلي كده انك ممكن تلاقي اشجان وتجس نبضها من ناحيتي. طبعا، واجيب لك اخرها كمان، ما انا عارفه انك بتحبها، عشان كده انا جيتلك. يا سلام يا حنين، من عينيا الاتنين يا اخويا. اديني بس العنوان الاول وانا هظبط لك الدنيا على الاخر، ولا تحب تيجي معايا؟ لا مش هينفع، انا عندي مشوار كده. اصل هيما بعت لام واخواته قرشين حسب اللي هما ادوهوله. الا بالحق، الواد هيما اخباره ايه وفين اراضيه؟ مرتاح اكتر مننا. ولا يهمك يا اخويا، انا بقى هريحك اخر راحه. اعوذ بالله، انا ناقصك. ايه ناقصك دي؟ وانا قلت حاجه غلط ولا عيب؟ بقولك ايه، انا هسافر السفريه دي وارجع لك تديني المفيد. اعتبره حصل.
رجعت بدري. ايه؟ ما خرجتيش تعملي شوبينج؟ لا بصراحة ما كانش عندي مزاج. طب اعملي حسابك، احنا بكرة وبعده بالكتير راجعين على مصر. ليه واحدة بس قعدنا؟ أنا كده تقريبا خلصت الشغل، يعني وقعدنا هنا ملوش أي لازمة. زي ما تحب. جابر. عشان ربنا يرحمك من غضبي هقولها لك للمرة الأخيرة. اوعى تنسى في يوم من الأيام إنك بتشتغل معايا، وإن كلامي لازم يتنفذ بالحرف الواحد ومن غير مناقشة. وإياك إياك تعرضني مرة تانية. فاهم؟ فاهم يا أستاذ بيه. أي أوامر تانية؟ لا اتفضل. شكراً.